الحلقه ديالنا ديال اليوم هي خاصه بالناس اللي كيعانيوا من قله المشتركين، الناس اللي مازال ما وصلوش ل 1000 مشترك. اليوم جيتكم بواحد الطريقه جميله ورائعه وسهله، وغادي تخدم بها غير بالهاتف ديالك. اي سيدي ايه لا غادي تخدموا غير بالهاتف ديالكم. فقبل ما نبداو هذا الفيديو بغيتك تركز معايا مزيان وما دوزش شي ثانيه، حيت الا دوزتي ثانيه وحده تقدر تضيع لك الفيديو كامل وما تفهم حتى شي حاجه. فلهذا كنقول لك تبع معايا الفيديو من الاول للاخر ويلا نبداو الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا بزاف من هذا المحتوى ومن الفيديوهات اللي كنقدم لكم دائما ان شاء الله بحول الله. حنا في السلسله ديال الربح من اليوتيوب والربح من الانترنت، وجميع المعلومات ان شاء الله بحول الله غادي تلقاوهم في هذه القناه هادو. فما عليكم نتوما ديما غير تبقاو تلايكيو وتسبسكرايبيو باش ديما نحط لكم الجديد ان شاء الله بحول الله. فالا كنت اول مره كتشاهد الفيديوهات ديالي ما تنساش تضغط على الزر ديال اللايك فرقع ديك سبسكرايب وتفعل حدا ديك الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي حول الربح من الانترنت والربح من اليوتيوب والمعلومات بصفه عامه. فبلا ما نطول لكم في هذه المقدمه هذه، يلا نبداو الشرح ديالنا. فقبل ما تمشي لصندوق الوصف اللي غادي تلقاني مخلي لك فيه الرابط، اسمع مزيان وتبع معايا الحلقه من بعد عاد سير وحمل التطبيق. فالناس بزاف كتشكى من هاد التطبيقات وكتقول لك حقا هاد التطبيقات هادو ما تيخدموش، هاد التطبيقات الناس تنقصوا المشتركين، هاد التطبيقات راه شنو شنو، كل واحد وكيفاش، كل واحد قال لك انا حطيت فلوسي وداوها لي. انا كنقول لكم ديما ما تشريوش ديك الكوينزات، خدموا بالمجان. انا ما عمري ما شجعت شي واحد باش يشري شي حاجه من هاد التطبيقات هادو ديال زياده المشتركين وزياده المشاهدات. فالتطبيق ديالنا ديال اليوم هو واحد التطبيق زوين وبحثت عليه مزيان، عاد بغيت ندير لكم هاد الحلقه هادي اللي هو التطبيق تيوب ماين. فانا كندعوكم اخواني كندعوكم باش كثروا من ديك اللايك، ما تخسر والو صاحبي. جي بارطاجي باش الناس كلها تستافد من هذا الشيء. هذا هاد التطبيق تيوب ماين نوريكم طريقه التسجيل، ودائما كنحضركم ما تدخلوش بالايميل ديال القناه، كتدخلوا بايميل عشوائي وكتخدموا به. كنضغطوا على سو كونيكتي، فاش كنديروا سو كونيكتي كندخلوا بالايميل ديالنا كيحولنا ديريكت للتطبيق. هو التطبيق ديالنا هو هذا، هذه هي الواجهه ديالو. هنا كيمكن لنا نديرو سبسكرايب ونجمعو الكوينزات. حتى هذا كيمكن لك تجمع فيه الكوينزات، وهنا غادي نشرح لكم اول حاجه هي شراء الكوينزات. انا ديما تنقول لكم راه واخا تشوفوا بحال دابا هادو هنا 0.99 باش تاخذ 3000 كوينز، يعني ما كاملش حتى واحد الدولار وما كنشجعكش عليها. خدم خدمه بالمجان، خدم خدمه مجانيه، يعني هنا ما تحاولوش انكم تشريو الكوينزات. هاد التطبيق هذا فيه واحد الميزه رائعه وواعره بزاف اللي تخليكم تجمعوا الكوينزات بطريقه سهله ودغيا دغيا، ولكن نخليها لكم تال التالي ديال الحلقه باش تكملوا معايا ان شاء الله بحول الله. الاول الطريقه كيفاش تجمعوا، عاد نوريكم هاد الطريقه هاد البونيس هذا كيفاش توليو تجمعوا بزاف ديال الكوينزات. الطريقه ديال الاشتغال في التطبيق هنا سهله وبسيطه، كيمكن لنا بحال دابا هذا ندير له سبسكرايب، هكا كنضغطوا على سبسكرايب عين بدا نفعلوا التطبيق. ضروري باش تفعلوا التطبيق عندكم على حسب الهاتف، كل هاتف وكيفاش، كاين اللي كيتفعل ديريكت كاين اللي خاصك ضروري تفعل التطبيق. ها هو تيوب ماين، غادي نديرو هكا باش يتقد معنا. كيمكن لنا سبسكرايب عند الناس نديرو عندهم اشتراك وغادي نجمعوا الكوينزات. مثلا غنبرك على سبسكرايب وغندير اكسبت، غادي يحولني ديريكت لعند هذا الشخص هذا اللي هنايا. غادي ضروري ننتظر هاد الثواني هادو باش ما نطولش انا لكم الحلقه، ما خصنيش نخلي ننتظر هاد الثواني بزاف، راه 533 سكوند يعني انرجع. كتنتظروا نتوما هاد الثواني وغتجمعوا الكوينزات وتسبسكرايبوا وغادي يطلعوا عندكم هنايا في هاد البلاصه هادي. ها هي انا فين انا دابا، عندي زيرو هنايا. هنا كنجيو لمشاهدات الفيديوهات، مشاهده الفيديوهات كيمكن لنا نشاهدو 59 ثانيه وغنربحو 48 كوين. فاش كنجمعو الكوينزات وكنجمعو هادشي وكنتفرجو على هاد المسائل ونجمعو الكوينزات ديالنا، كنجيو فين كاينه هنا علامه الزائد، كنضغطو عليها. هنايا كاين نو كومبين، كنضغطو على هاد علامه الزائد مره اخرى. هنا عندنا جيت فيوز فور يور فيديو، جيت سبسكرايب فور يور شانل، عندنا سند ميساج. حنا كنخليو هنا لا بغينا نزيدو المشاهدات بغينا نزيدو المشتركين، كنضغطو على الثانيه هذه وكنديرو سيليكت. فاش كنجيو لهنا كنمشيو كنكوبيو الفيديو ديالنا اللي بغينا نزيدو له المشاهدات ونزيدو السبسكرايب او نزيدو اللايكات، كنديرو هنا فوتخشين. مثلا عندنا هذا هو الفيديو اللي بغينا نزيدو له المشاهدات ونزيدو له اللايكات ونزيدو المشتركين، غنديرو هكا وغادي نديرو هكا وغادي نديرو كوبي
وغنديرو هنا كولي، وغادي نختارو الكاتيجوري ديالنا. الكاتيجوري ديالنا سيونس، وغادي نديرو هنا هكا مثلا عدد. ها هي طلعت لنا القناة ديالنا على هذا الشكل. فاش كطلع كدير هنا دون، هنا كدير دي فيديو شانيل، هنا زعما الا كنتي في اي بي. هنا انا مازال ما عنديش حتى شي حاجه في الكوينزات، داكشي علاش كيخرج التطبيق. كان عندي كوينزات كون راهم غادي يتزادوا لي وغادي يعطيوني نكمل باش نجمع داكشي العدد اللي باغي. ولكن الحاجه اللي سبيسيال في هذا التطبيق هذا هي من غادي تجي لهنايا 2000 كاين الدولار، وغادي دير بحال دابا هنا انفيتي، هنا ها هي انفيتي فريند. فاش كدير انفيتي فريند اي واحد انفيتيتيه كتاخذ عليه 1000 ديال الكوينزات، يعني في البلاصه غيمكن لك تجمع الكوينزات بالمشاهدات وبالدعوه ديال الاصدقاء، غيمكن لك تجمع كوينزات بزاف باش كيمكن لك تزيد اللايك وتزيد المشتركين وتزيد المشاهدات دغيا دغيا. كتكوبي هذا الرابط هذا كتشاركوا مع الناس في واتساب او كتشاركوا مع الناس في فيسبوك او في اي حاجه ديال مواقع التواصل الاجتماعي، اي واحد يشارك من الرابط ديالك كتاخذ عليه 1000 كوين، وديك الساعه كتخدم مرتاح وكتجمع الكوينزات بواحد الطريقه اللي هي رهيبه وجد سريعه دغيا دغيا. هنا الا بغيتي تولي في اي بي كيمكن لك انويك ب 5 دولار شهر، ب 10 دولار 3 شهور، ب 20 دولار. انا ما كنشجعكمش كاع على هذا الشيء، ما تحطوا حتى شي ريال في حتى شي حاجه. وكانت هذه الحلقه ديالنا، كنتمنى ان الشرح يكون مفيد جدا. ما تبخلوش علينا بزر ديال لايك وتخليو شي تعليق الا ما فهمتوش شي حاجه، ونتشوفوا ان شاء الله بحول الله في الحلقه القادمه.